جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أهلين ماما. حبيبتي كيفك أنت؟ بشكر الله، أنت كيفك؟ طمنيني. إيه بابا كيفه بهالأيام؟ أنا منيحة وأبوكي كمان منيح، هو نايم هلأ، لا تقلقي علينا أبدا. ليش هيك ترددتي ماما؟ خير صاير شي؟ أنت شو عم بتخبي عني؟ كريتي كاران زارنا. شو؟ كاران؟ امتى؟ من شي 4 أيام، بس أبوكي طلب مني إني ما خبرك، بس أنا ما قدرت إني خبي وهو نايم هلأ، لهيك أنا قدرت إني اتصل هلأ فيكي. طيب كيف خليتو يفوت لعنا على البيت؟ لك أنت شو عم تحكي كريتي؟ هاد كاران، ابني كاران، بنتي، ليش لحتى ما خليه يفوت؟ أنا اللي ربيت كاران وهو صغير، طعميته ونيمته، أنت لسه ما كنتي خلقانة. وهو لما كان يبكي حتى أمه بذاتها ما كانت تقدر تهديه، بس لما كنت أخذه وحطه بحضني هو كان يهدى معي فورا. بعرف ماما، ومع هيك ما فيني سامح أبوه على اللي عمله فينا كلنا. اللي صار ما كان ذنبه يا كريتي، ما دخل بنوب، ما كان بيعرف شي ابدا، انت ما بتقدر تلوميه. فكرنا انه فيجي بعته لحتى يقلعنا من هذا البيت وياخذ كل شي بخصنا وما يترك لنا غير الياس. صدقيني حبيبتي هو ما دخله، هو ما بينلام ابدا، ما كان بيعرف باللي صار، حتى ابوكي ما كان بده يخليه يفوت لعنا على البيت.